أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن. في دقيقة، مقتل 29 مدنيا في غارات على بلدة الأتارب شمال سوريا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روسيا لمناقشة النزاع السوري مع بوتين. العراق يسعى لزيادة إنتاج حقول كركوك نفطية إلى مليون برميل يوميا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي. الأردن يقيم صلاة استسقاء يوم الجمعة المقبل بسبب الجفاف. أرامكو السعودية تؤكد استئناف تشغيل خط أنبوب النفط البحريني بعد الحادث التخريبي. انبعاثات الكربون العالمية تزداد مجددا بمقدار 2%. أبل ستطلق آيفون XL بشاشة أكبر العام المقبل. وفيسبوك تطلق تطبيق إيفنتس الذي يعرض الأحداث والفعاليات الاجتماعية في المحيط القريب من المستخدم.